وسألقي عليكم قولا خفيفا. هذه القصيدة هي جديدة، تسمعونها لأول مرة وأنا أيضا أسمعها لأول مرة. نعم. هل وسهل؟ يقول أحمد بخيت الشاعر: أيها الشرق، لماذا دائما تذهب الأنثى إلى الحب انتحارا؟ وأنا أقول: شربت عقاقير الوداع ولوحت شيئا فشيئا تختفي نظراتها، لم تعترف حتى تفجر ما بها كانت مكممة، خبت كلماتها، لعبت بها أيدي الحياة فدمرت ما كان من أمل، فزاد شتاتها. كانت إذا أرخى الظلام سدوله بدأت تضج برأسها صرخاتها، كانت تحب المستحيل وراهنت لكنها أودت بها نزواتها، كانت تفيض أنوثة فكأنها عشتار، أغوت بابلا حركاتها، مذ يوم أن قالت أحبك خاطرت بحياتها حبا وتلك مماتها. لم تقترف ذنب الخلود وليتها فعلت، فيحيا في الخلود مواتها، كفرت بكل العاشقين وأسلمت لهوى محال يرتشي سكراتها. ما الحرب إلا ما رأته قلوبنا حبا لتبقى في الضياع جناتها. أخذت تردد هلوسات للهوى: أنا من أنا، من جرمها نبضاتها. مسكينة هذه الحياة، مسكينة هذه الحياة، فليتها رحمت قليلا نحتسي رحمات تحتسى رحماتها. كالعيس في البيداء تقتلها الظما، ظمئت هوى حتى انتهت غزواتها. الحب غلطتنا الكبرى، الحب غلطتنا الكبرى تقول لنا، واللذة الأحلل تلم فتاتها. ماذا تكون حياتنا لولا الهوى؟ هذا نداء الروح، أين صلاتها؟ هذا نداء الروح، أين صلاتها؟ طيب، والقصيدة الثانية هي شيخ محمد من المقطع.